قال الإمام الدهمي رحمة الله تعالى عليه، قال في سننه ونزلنا مع كتاب الصلاة، قال: باب فضل الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال: أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد، قال: حدثنا أفلح، قال: هو ابن حمي، قال: حدثني أبو بكر بن محمد، قال: حدثني سلمان الأغر، قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا كألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. وقال: أخبرنا مسدد، قال: حدثنا بشر بن المفضل، قال: حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. سبحان الله. قال: أخبرنا حجاج بن منهال، قال: حدثنا ابن عينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب نبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. جزاكم الله خيرا. هنا الحديث بأسره جاء الآن محمد بن رقية أحمد بن رقية جزاه الله خيرا أرسل لي العلة الثانية يتكلم بها الشافعي البخاري ما كنت أعرفها وطلبتها فجزاه الله خيرا أتاني بها أقرأها بعد هذا الحديث. جزاك الله خيرا. الله يجعل ذلك من أحسناتك رب. الله يجعلنا نتعاون على البر والتقوى دائما. يعني هذه من أفضل ما يمكن أن نفوز بها التعاون على البر والتقوى. أبا الفدا نسأل الله أن يحفظك وأن يحفظ بك وأن ييسر لك أمرك وأن يجعل ذلك همة راقية نهتم بها جميعا. اللهم أمين يا رب العالمين. يا رب اجعلنا نتعاون على البر والتقوى وأنت أرحم الراحمين. الحمد لله شكرا. فأقول الصلاة في المساجد الثلاثة عند المساجد إن شاء الله. اللهم رد لنا بيت المقدس يا رب العالمين. اللهم احرر الأقصى من أيدي الملاعين هؤلاء يا رب العالمين. اللهم انتقم منهم شر انتقام. اللهم انتقم منهم شر انتقام. هؤلاء أكفر أهل الأرض، هؤلاء الأمة الغضبية، الأمة الملعونة، الأمة التي تجرأت على الأنبياء، الأمة التي تجرأت على رب السماء، الأمة التي قاتلت نبينا. العداوة بيننا وبينهم إلى يوم الدين، العداوة بيننا وبينهم إلى يوم الدين. ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الإخلاص والصدق في الدفع وفي العمل لدين الله جل وعلا ونصرة الله ونصرة نبيه ونصرة الدين الإسلامي. أقول إخوتي الكرام، المساجد الثلاثة: المسجد النبوي، المسجد الحرام، والمسجد الأقصى. والصلاة فيه من أعظم المساجد التي تشد لها الرحال. بل النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلى أي مسجد، إلى المسجد الثلاثة لا تشد الرحال. يعني لا تشد الرحال طلبا للبركة في العمل إلا أو التعبد إلا في هذه المساجد الثلاثة: المسجد النبوي، والمسجد الحرام، ومسجد الأقصى. فالمسجد الحرام قال: الصلاة فيه بمائة ألف صلاة. والمسجد النبوي قال: والصلاة فيه بألف صلاة في غير من المساجد إلى المسجد الحرام. والمسجد الأقصى ورد فيه حديث وأن كان فيه ضعف 500 صلاة. أستاذ أشرف رضي الله عنه، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وصلى في مسجد هذا كألف صلاة فيما سواه. وهذا حث وترغيب على وانتداب على الاهتمام بالصلاة في المسجد النبوي صلى الله عليه وسلم. وهذه الصلاة، لذلك الصحابة كانوا أحرص الناس في الصلاة في المسجد النبوي صلى الله عليه وسلم لنبينا صلى الله عليه وسلم، فكانوا يصلون معه الصلاة. وإن كانت الأماكن بعيدة متفرقة كانوا يجتهدون إلى أن يأتوا. الرجل كان بيته بعيدا، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم، كان بيته بعيدا وكان يأتي يمشي، فأراد أن يرحل بيته إلى بجانب المسجد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكتب آثاركم. فقال له: ما يقتل المرء خطوة إلى المسجد لا ترفع بدرجة ويحط عنه بها خطيئة. يا رب أمين 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 يا رب يا رب يا رب، يعطينا أكتافهم يا رب. لكن نسأل الله أن يجعلنا صادقين معه فيصدقنا سبحانه وجل في علاه. فإذا المسجد النبوي، مسجد المدينة، الصلاة فيه بألف صلاة في غيره من المساجد، وهذا الأمر عام. ويستثنى في ذلك أن المرأة لو صلت في المسجد النبوي لها مئة ألف صلاة، لها ألف صلاة، وصلتها في بيتها أفضل من ألف صلاة، لأنها قالت: يا رسول الله إني أحب أن أصلي خلفك. قال: علمت أنك تحبين أن تصلي خلفي، ولكن صلاتك في بيتك خير لك من صلاة في مسجدي هذا. صلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في مسجدي هذا. فالمرأة صلاتها تكون بأكثر من ألف صلاة في بيتها. نعم، فهي مستثناة من العموم. وتبقى لنا مسألة أخرى بعد بيان أن الفضل في الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة، والصلاة في المسجد الحرام مئة ألف صلاة. ولذلك شوف النذر، نذر الرجل أن يصلي في بيت المقدس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صلي هنا، يعني في المسجد النبوي.
قال أنا نظرت في مسجد المسجد الأقصى، قال صلي هنا. لما؟ لأنه القاعدة هنا العامة بأن النذر تفي بأصله وأسه، أو تفي بما هو أفضل منه، هو زيادة. فالصلاة في بيت المقدس ب 500 صلاة، إن صححنا الحديث، الصلاة في المسجد النبوي ب 1000 صلاة. لذلك قال له صلي هنا تكون وفيت بنذرك، صلي هنا تكون وفيت بنذرك. طيب يبقى لنا مسألة أخيرة، وهي التوسعة في المساجد، هل يمنع المساجد أم لا؟ لأنهم أنكروا على عثمان بن عفان رضي الله عنه إنكارا شديدا التوسعة في المسجد النبوي، مع أن عمر وسع ولكن لم ينكروا عليه مثل ما أنكروا على عثمان. فقال عثمان: أما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله بيتا ولو كمفح مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا به بيتا بالجنة، بنى الله له به بيتا في الجنة. فوسع عمر بن الخطاب المسجد وصلى الناس فيه بإجماع، وعلى أن الصلاة فيه ب1000 صلاة. ووسع عثمان بن عفان المسجد، قلنا والتوسعة من المسجد، وهذا إجماع الأمة. ولذلك ترى المسجد النبوي الآن كيف المسجد النبوي، شوف كبر أو عظم ما المسجد النبوي، كل صلاة فيه ب1000 صلاة، لأنه ما كان جوارا لشيء يأخذ حكم هذا الشيء. فما بالك بأنه توسعة للمسجد، فالتوسعة المسجد هي من المسجد. لذلك عثمان بن عفان أنكر عليهم وقال: قال من بنى مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. والمسجد الحرام هو أفضل المساجد على الإطلاق بعد المسجد النبوي، أو أفضل صلاة بعد الإطلاق على الإطلاق بعد المسجد الحرام. والمسجد الحرام أعظم، لأن الصلاة فيه ب100,000 صلاة. الفوائد المستنبطة: فضل المسجد النبوي، من بنى مسجدا لله ولو كما فحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة، العلم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الله، غير ذلك ليس بعلم. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى، يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.